بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا بمشروع الأطراف الاصطناعي اللي احنا عم ننفذه بالتعاون مع مركز بلسمة وجمعية الأمل. معنا تعرف على الشاب مصطفى. قد ايش عمرك يا مصطفى؟ 17. ما شاء الله. مدرسة شيء؟ بكالوريا أولى؟ ما شاء الله. يعني السنة الجاية عندك شهادة. وكيف وضعك بالمدرسة؟ الحمد لله. من وين أنت يا مصطفى؟ من سوريا. من وين من سوريا؟ من إدلب. الله يعطيك، ان شاء الله حاس حالك مرتاح مع الشباب. يعني كم جلسه صاروا هون؟ ثالثه. ان شاء الله تعالى، الله ان شاء الله يا رب تكون مبسوط دائما ان شاء الله. نحن الرحمه العالميه من الكويت. الله يخليك. ومعنا امه للاخ مصطفى. الله يكثر خيركم يا رب، انا بتشكركم كثير. بتشكر الرحمه العالميه. وبتشكر المسجد اخ ضايرة عبد الله الشهاد. يعطيكم الف عافيه. مشكورين كثير كثير. والله يعطيكم المركز. الله يخليك. اكيد بشكر المركز. الله يخليك. بلسمة الله يعطيكم الف عافية. مشكورين كثير. حضرتكم من ادلب؟ من ادلب. يلا قاعدين بصيدا ولا وين؟ بجون. هون يعني فين الخروب. يلا الله يبارك فيكم. الله يكثر خيركم يا رب. الله يخليكم يا رب. شكرا جزيلا وميزان حسناتكم ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.